حصري. مين؟ حسن الإمام مخرج الروائع. انت مالكش اي حق في البيت ده. في الخمسينات والستينات اللي يحب يبقى ناقد جامد لازم يهاجم افلام حسن الإمام. يا احمد يا مثل الفرفاشة والصهمانة فطلوا. اوعى تكون عظمك طاري. اه بابا كان طبعا ده كان عليها الزيت والزيت. بابا امال ماما. الممثل يمثل دور الراجل الطيب والراجل الوحش، يعني امال يبقى ممثل ازاي؟ تشاهدونه في الاوقات التاليه.